اللي جايه، في ظل ان بعد ما تلعب مباراه سان جورج عندك مباراه انبي في الكاس، وده نصف نهائي كاس العام الماضي، وبعد كده هتدخل على مباراه الاسماعيلي في ختام مباريات الدوري للاهلي. ختام، لان الاهلي على ما يرجع يلعب دوري تاني مش قبل مثلا 30/11، مش قبل 30/11. فمباراه الاسماعيلي في برج العرب هتكون اخر مباراه للاهلي قبل اجنده المنتخب في شهر 10. هتخلص الاجنده هتخش على مباريات الدوري الافريقي. نتمنى يا رب نكون موجودين لحتى النهايه، لغايه يوم 11 نوفمبر، اللي طول ما انت موجود في البطوله اكيد مباريات الدوري كلها بتتاجل. وبعد ما تخلص مباريات شهر نوفمبر منتخبنا الوطني هيبدا مشوار تصفيات كاس العالم. مشوار تصفيات كاس العالم عنده مباراتين في منتصف شهر 11، تخلص تخش على طول على دور المجموعات باذن الله خلال الشهر المقبل، الجوله الاولى والجوله الثانيه والثالثه والرابعه. اربع مباريات من دور المجموعات هيتلعبوا في الفتره من 24 نوفمبر حتى منتصف ديسمبر. في جوله منهم ممكن تتاجل او بنسبه كبيره هتتاجل، لان الاهلي عنده مشاركه في كاس العالم للانديه باذن الله يوم 15/12 مع اتحاد جده السعودي. فالفتره اللي جايه زي ما انتم شايفين اجنده مزدحمه، خلاص بقينا يوميا بنردد وبنقول مواعيد المباريات، لان خلاص بقينا حافظينها بشكل كبير جدا. جمهور الاهلي دلوقتي تقدر تقول معاه يعني اندكس كده في داتا خاصه بكل المباريات وكل ترتيب اللقاءات، اليوم ايه، الساعه كام، امتى، فين، رحله سفر ولا اللعب في القاهره. فربنا يكرم السنه دي ان شاء الله مع الموسم المزدحم ده نقدر نحقق كل الامكانيات والبطولات اللي الجمهور بالتاكيد بيتمناها من الفريق خلال هذا الموسم. طيب عايز اتكلم برضو على حاجه مهمه جدا، العجله بتدور بشكل كبير جدا في مسابقتين مهمين جدا للاهلي، كاس العالم للانديه والدوري الافريقي، دوري السوبر ليج اللي خلاص داخل في الخطوات النهائيه. عندي معلومتين مهمين جدا بالنسبه للبطولتين. اولا بالنسبه لكاس العالم للانديه، في ورشه عمل الاتحاد الدولي حددها، ودي معلومه النهارده انا عرفتها وانا موجود في مقر اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي عن طريق بعض المصادر اللي مرتبطه بعمل مع الفيفا في كاس العالم للانديه، واكدوا لي ان في ورشه عمل سيتم تنظيمها في المملكه العربيه السعوديه للانديه المشاركه، وهيكون في وفد ممثل من كل نادي لحضور ورشه العمل. الكلام ده قالوا لي في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، ما حددوليش الميعاد بشكل رسمي يعني، ولكن الكلام ده في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر عشان تحضر ورشه العمل، تزور ملعب المباراه، تختار فندق الاقامه، او يعني مش تختار، هو الفنادق متحدده، ولكن لو لك طلبات زياده، عايز تغير حاجه معينه، كمان تبص على ملاعب التدريب. طبعا بنسبه كبيره هيكون الجهاز الفني، او لو مرتبط مباراة غالبا هيبقى الجهاز الإداري، كابتن خالد بيبو مدير الكرة أكيد هيكون موجود في ورشة العمل، ولكن دي هتكون أول ورشة عمل للأندية المشاركة في كأس العالم للأندية خلال شهر أكتوبر المقبل، عشان بعض الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالإقامة والتنقلات والاستعدادات لبطولة كأس العالم للأندية. التذاكر اتطرحت من امبارح، وامبارح أنا قلت كان في سيمفونية من جماهير النادي الأهلي في عدد القائمة الويتنج ليست اللي داخلة عشان تحجز تذاكر مباراة الأهلي اللي هو ماتش نمبر 2، الماتش الثاني، وأيا كان الفائز بقى اتحاد جدة أو أوكلاند سيتي. لكن جماهير الأهلي بصراحة يعني عملت ملحمة في مسألة حجز التذاكر، وعايز أقول للناس ما تزهقوش، خليكم موجودين، لأن لسه في دفعة تانية في آخر شهر 10، في دفعة تالتة بعد مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي، والدفعة اللي طرحت امبارح هي مش الدفعة الأكبر، دفعة بنسبة لا تتخطى يعني 15% من سعة الملعب، 15% من ساعة الملعب. لسه في دفعتين تانيين، في بالمناسبة كمان في تذاكر بتطرح للأندية نسبة معينة بتقترب من حوالي من 5% من ساعة الملعب، يعني بتتكلم من 2500 إلى 3000 تذكرة لكل نادي مشارك في البطولة. الأهلي ليه مثلا حوالي 3000 تذكرة، اتحاد جدة السعودي ليه مثلا 3000 تذكرة، فدي نسبة محددة. الأندية بتطلب، يعني أنا عندي معلومة من المسؤولين يعني اللجنة المنظمة، إن في طلبات كتيرة من الأندية بخصوص حجز تذاكر أخرى، ولكن لسه لم يبت في هذه الطلبات خلال الفترة اللي جاية. فالمطلوب من جمهور الأهلي أيا كان تم البت في هذه الطلبات أو لم يتم، إنك تشتغل على حجز أكبر عدد ممكن من التذاكر في مباراة 15 ديسمبر بإذن الله في ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة في افتتاح مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية. ده معلومة متعلقة بكأس العالم للأندية. طيب